الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، سورة البقرة أيين التفسير كذا كل حشرني آيات الشرية اللوات قال الله تعالى إلهي وحول وبشر وحد نبي محمد وبشاريسا الذين آمنوا دتك إلهي رميي وعملوا الصالحات عمل هذا ومناكسن السميي أن الله من إليه نقب الشاريه جنات بيرة جنة كوية الله تجري من تحتها الأنهار وستيذا نو بيد آي صدا وقل قليا وبيد لا يقاني كلما رزقوا منها مركز تو لغا راشيمو اما عنا لغا سييه جنده من ثمره من الله سييه رزقا ايده او ارساقد ايو تهاي ديفسنيا قالوا وحي ليهين هذا كان امكن لسييه الذي رزقنا من قبل وك امك كهرنا لسييه وقت كهر با كان لسييه امكن لسييه وأتوا به بولاه الوالسية متشابها نسقى السؤال وحي هذا الكاويل هذين وحن لسية با اسكوا ذا أجاك ولهم وحي كليهن أهل جنها فيها جنة دحذيلة أزواج حاصص مظهرة للنذيفيي وهم ددك جنة كترة فيها جنة سي خالدون كواريا اللهم اجعلنا من أهلها وحين كد عايسنا إن أهل كذين والله ينقرقوا بشارة وحوية وحوانا أكسن أوقفك الله شاك أوك فرحية فرحتك وينينا ما تشرتو قفك مؤمنك أولياء إلهي كمدين لوك بشارية شنو وحنا قرآن كوينا برايا داتك إنين هذي يشير لأوغانو وحي كفرحينايا وآينو كدينا وحي كنحينايا ألا وحلو وقولوا للناس حسنا داتك هذا الكوانا أكسن أولها كلمة في عنينين صدقتها هي أي نبي محمد شاكي صلى الله عليه وسلم هل كي نقل لك يا وطاك صومالي دار نقل كودو مرار بضان كالنحينتا يدعايا دا إنو النوضة مرك يددكو إسواجهان نقل كي رسولك صلى الله عليه وسلم يا صحابة دي سنو حيهاين قفك مرك وح خير لوسو كرنو إن لو كالبرت مسيدي لو قبو شارين لها قرآن كنا تاسو إن برايا جنادو عمل قالي وويه وادو قيمه بدن وحنا لغو هلا سدا الهي او شيغاي ايمان اي عمل وناكس ايمان دبه الهي لرميهي او شرعي وافقسن او كي ايات كهر اي كسو ديريين ان اهين عمل كنا و صالح نكون كرا مركو وافقسن يهي سنتي النبي عليه الصلاه والسلام داعتني من اي كجرت داعتني مد منافق نمدي كفغينيس دين تولى وافتيانا بدعالي كفوغينيس جنوينكا هذي يجار قرآن كوحو آدو تلباما والحذمية ميرات كسور نغنقنية إريقا جنة جنة دا سومركا إلهي وشيغو وبيادا يداركا يدونيغا يمرها لغوهايو تاستنوحي كفايدة تهي وشعليسين ترغيب بالايد على شعليسين ويو قفك بني آدم كهي وحو أسميسيه وحو وناكسنا قيمة بضن مركا لجعلي سيا الله شرحه إنو هذي يجير او عشقيه او هنقل تاغو او هول قلو وح خطرها كصوفو لمركا لغا ورمانا دي إنو كفية جنادو كددو او ديو غاچوك سيدو وانا سببت نارت اي بلايو ينكيه دا قرآن وينوغو شاقل أهلو جنوهو مراها جنده يالا حقا تايدا مكالا نعا حاجة موقال كان هو يسميه يدور لقيا بعد نرد كأني كوكلا دوينه هل كأنه وعين أرجنا بلهنا الدنيا قاروي فولفيه قاروي ففرفيه قار أرجع بدي ذي مرك كوي هرال سيء كوا دم بيدور لقيا بيني حاجة نرد كوكلا دوينه حاجة موقال كان هو يسميه كلما رزقوا منها من ثمرة مرك استاء جنده واحد لسينه وبدأ كلما واحد تلمام سوا تكرار بفائدة ساسونا ونقل هاشيكم ما كلا قايم لا مقطوعة ولا ممنوعة
deeqda meesha lagu hayo cunno leh cabitaan leh midho leh way isdaba taagantay kullama hal meeshan busaaradda lagu leeyahay mar safarkiibaa go'ay mar hebelbaaba kuu diidayba mar adigaaba waayay waxaa ma laha markastoo midho la siiyo waxay leeyihiin hada aladii rusiqnaa min qabl kani waa kii markii hore la siiyey ma kala dhacaan dhadhankii laakiin markay arkaan bay garanayaan ilaahayna waa kaa idhi wuu isu wadeegay xagga muuqaalka waxa ilaahay u raaciyay xaasas bayn layn la nadiifiyey waanay ku waarayaan waxa halkaa lagu hayaa waxaan halkan lagu hayn dadku markay adduunyadan joogaan waxay la waasheen labada af afka iyo ibta maxaad la heshaa unbaa lagu dagaalamayaa afkaa maxaad la heshaa ibtaase maxaad la heshaa labadaasoo miir qaba oo laga dhargay halkaasaa lagu hayaa wax alla waxaa xarbu tadaafuc adduunyada maraya ee la dagaalamayo la is-eryanayo wixii la cunaya iyo wixii la cabaya iyo wixii xaas laga dhiganayay ama lagu hamadbaxayaba loo howlgalaya halkaasaa haddaba lagu hayaa halkan tani ma xidhiidhsano oo surma seegtada ku badan iyo isa seegseege waxaa lagu hayaa halkaa wixii la cunayay wixii la cabayay iyo raaxadii rag iyo dumarba waana labada uu nebigu ka digay calayhi salaatu wasalaam in xaaraan lagu isticmaalo yaa ii ballan qaadaya buu inuu afkiisa ilaaliyo iyo ibtiisa hoose xaaraan uu ka ilaaliyo aniguna jannadaan u ballan qaadaa kaadhkeedaan diyaaru laha rasuulku saasuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam marka waa lagama maarmaan qofka muslimka ahi afkiisa iyo iibtiisa iyo uurkiisa inuu xaaraan ka ilaaliyo si uu deeqdan ilaahay joogtada u helo waxaa iyaduna si cajiiba inaad intaaba wax la hesho labadaada afka sare iyo ka hoose intooda wax la hesho inaad weligaaba ku hayso oo aanu kaa kala go'in wahum fiihaa khaaliduun dee waxay yihiin maxay wahum fiihaa khaaliduun way ku waarayaan khuluudkuna wax cajiiba weeye waynu arki doonaaye ibliis markuu degayay ama suldaarayay ama khiyaamaynayay nebi aadam halkuu ka soo galay waxay ahayd hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa ma ku tusiya aadamow wax la iska yeelanayo weligiiyo adduuna macnaha deeq ilaahayoo la helayo oo haddana aan laga dhimanayn marka halkaa intaasaa isku hagaagsan sidaasuu qur-aanka kariimka ilaahay noogu bushaareeyay subxaana wa tacaala ooriyaha waxaa halkan alle uu ku sifeeyey inay yihiin kuwo mudahara la nadiifiyey marka daahiran wa baadinan xagga muuqaalkana waa ka nadiif xagga macnawiyaadka iyo baadinka hoosena waa ka nadiif dunyada waxaa la ogsoon yahay waxyaabo badan oo rag iyo dumarba hawl ku haya inay jiraan oo fudalaadaho dheeraada saxaradii kaadidii wixii la odhan jiray dhalmada dhiiggii ilaa culimada qaarkood in badan oo ka mida waxay ku tegayaan xataa biyihii taranka iyo wixii la socsocon jiray midna ma jiro wubiyaan taranka uwa dee waxay u iman jireen in dadku tarmo dee cidiba tarmi maysha qof waliba halkiisuu la soo jiifaa ku taagan yahay sidaa daraaddeed biyihii taranka iyana ma jiraanba fudalaadka dheeraadka lahaaba iyaga qudhigoodu ka mid yihiin qofku raaxadiisiina sidii buu helaya baadinkiina dumarkii waa ka nadiif weeye oo markaa dee aan idhaahdo murankii iyo xaggii akhlaaqiyaadka iyo wixii oo dhan waa dadka nadiifaho qof keliya ayuubay ka dhigayna aljannuun qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi ina allaha ilaahay laa yastaxii kama xishoodo an yadriba inuu dad yahow idiin yeelo masalan maa tusaale kasta tusaale kastuu doonaya ilaahay wuu idiin samaynayaa bacuudatan kanaac uu tusaale ka dhigaya famaa fowqahaa iyo wixii ka sarreeya fa ama aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey ee alla yaqaanka ahaa fayaclamuuna waxay garanayaan annahu tusaalahaas alxaqu min rabbihi xaq inuu yahay ilaahooda xaggiisa ka yimi wa ama aladiina kafaruu kuwii gaaloobayna fayaquuluuna waxay odhanayaan maadaa araada allah ilaahay muxuu ula jeedaa bihaadaa tusaalahan mathalan tusaale ahaan muxuu ilaahay kan tusaale uga dhigay kaneecadan iyo wixii la mid ah yudillu bihi kahiiran in badan ilaahay wuxuu ku luminayaa oo dadka ka mida tusaalaha wayahdii bihi kahiiran in badanina ilaahay wuu ku hanuuninayaayoo dee qofkii rumeeyaana wuu ku hanuunay kii dafiree diidee ka soo horjeedsadaana wuu ku hallaabay wamaa yudillu bihi ilaahay kuma luminaya ila alfaasiqiin kuwa alle ka fogaaday ee ilaahay diiday ayuunbaa sabab u noqonayaa tusaalahan inay ku gaaloobaan
marka halkan waxaynu ka arkaynaa ilaahay baa wuxuu noo cadeynayaa subxaana wa tacaala khalqiga adduunyadan ku nool kitaabkii loogu talagalay loo soo dejiyey rasuulkiina loo soo diray sala allahu calayhi wasalam inay yihiin qaar kala duwan way kala duwan yihiin dadku ma sinaa way kala dhaqaaqeen qolo ilaahay wixii xaggiisa ka yimaada waxay og yihiin inuu caqligana u kordhinayo cilmigana u kordhinayo maslaxadoodii iyo dantoodana yah mar walba way ku qanacsan yihiinoo way rumaynayaan qolana dee ibliis baa ka dhex hadlaya ibliis oo aynu arki doonno taariikhdiisa iyo howlgalku ku haya ilmo bani aadam ayaa jihaynaya oo hagayo ilaahay seejiyey wixii ilaahay ka yimaada xaggiisa kuma kalsoono way diidayn qur-aanku markaa wuxuu mar walba inoola taagan yahay shayga qiimaynta la ydhaa oo dadku adduunyadan intay joogaan waxay mudan yihiin inaanay isku walaaqanaanin oo aanay ishuwanaanine dee ay qiimayn yeeshaan qiimayntaasay ku kala tegayaanna abaalmarinta aakhiro marka amhaasha iyo tusaalayaasha waa innagii soo aragnay iyo miisaanka iyo faa'iidada ay ku leeyihin qur-aanka dhexdiisa tusaalahan inaa 9 tusaale suuraddan suuratulbaqara ay bixinaysay kii saddexaad weeye laba hore aynu usoo marno munaafiqiinta lahaa qur-aanku marka xayawaanada sideen xusi doonno qaar badan baa qur-aanka dhexdiisa ilaahay xayawaanka u abuuray ku xusaa nimankii gaaleed markay doonayeen inay duraan qur-aanka ama wax ka sheegaan waxay yidhaahdeen kitaabkan hadduu yahay mid ilaahay xaggiisa ka yimi ilaa ilaahay waa mid wanaagsan waa mid aan cidilo mid ahayne muxuu qur-aanka dhexdiisa tusaale ugu soo qaadanayaa kaneecada iyo duqsiga iyo quraanjada iyo xayawaanadaa yaryar waxaana waa xayawaano yaryar xasharaada waa waxaan macno lahayn maxaa hadduu kitaabkan ilaahay xaggiisa ka yimi waxaa yaryarka ah loogu sheegay ee dadkuba aanu jeclayn u karahaysto allaba wuxuu xusay subxaana watacaala halkan tusaalahani inuu yahay mid ilaahay xikmadiisa uga jeeda ilaahayna aanu ka xishoorayn oo siduugaabu uga xishooda dee waabu abuurayde mar hadduu abuurayba xikmadda uga jeeda siduu uga xishoodaa rabbi sirta ku jirta maroodiga ee nolosha ah ayuunbaa ku jirta kaneecadana waa sirulxayaa sirta nolosha taasay ka siman yihiin marka sifooyinka ilaahay uu leeyahy waxaa ka mid ah sifada xishoodka ina allaha xayiyun kariim nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi xadiidkii saxeixaa ilaahay waa mid deeq badan oo xishooda oo addoonkiisu hadduu gacmaha kor u taagu ducaystuu baryo ilaahay wuxuu ka xishoodaa inuu ku soo celiyo gacmihii oo maran kulle wuxuunbuu ugu soo ridi marka sifaadka ilaahay bay ka mid tahay inuu maaragtahay yahay mid xayiyo xishoonaya laakiin xishoodkaasi baa ka duwan keenna keennu waa mid qajilaad iyo qabandhacya ku jirto iyo sinoqosho ilaahay ma laha subxaana wa tacaala kaasoo waa inaga duwan yahay masalan maa bacuudatan famaa fowqaha tusaaluhu doona ayuu samaynayaayo kaneeca iyo wixii ka sii weynaa ama kaneeca iyo wixii ka sii yar kaneecana tusaalahu ka dhigaya saa ayaba sheegeen waanu ka yarayn karaa dadkii qolo waxay ogaadeen inuu tusaalahani xaq iyo way rumeeyeen waa muuminiinta qolona waa kuwan ka hor yimid oo waa gaalo way ku gaaloobeen laakiin qur-aanku wixii uu sheego qofka qaata ee u hoggaansamaa wuu hanuunay wamaa yudilu bihi ila alfaasiqiin qofka diida waxyiga iyo wuxuu u sheegay waa faasiq ilaahay buu ka fogaaday bahashan la yidhaahdo kaneecada ee nimankaasi ay xaqireen ay yidhaahdeen qur-aanka dhexdiisa maxaa loogu sheegay laha cajaa'ib waxay leedahay cajaa'ib cajaa'ibkeeda inaynu wax ka soo qaadanaana ama wax ka xusnaana cajaa'ibka iminka laga arkay markii dee daraasadaha la sameeyey ee qalabkan horumarsan ee mijarada iyo mikroskoobyada la isticmaalay waxay taasi daliil u tahay icjaaskii xalayto aynu ka soo warrabaynay ama mucjisnimadii qur-aanka ee loo yaqaano al-icjaazu alcilmi icjaaska la xidhiidha xagga cilmiga iyo horumarka qur-aanku uu ka sii warramay bani aadamku gadaal ama hadda ay arkeen kaneecadu iyadoo ah xayawaankaa yar ee sidaa u yar haddana waxaa la ogsoon yahay inay bani aadamkaba ka xoog badan tahayba oo marka u horeysa ay weerar inagu hayso hay-adda caafimaadka adduunka ee munadamatu sixa alcaalamiya waxay soo saaraan sanadkiiba bani aadamka inta ka dhimatay iyo dilkiisa waxa u sabab ahaa
maxaa basharkii adduunyadan ku noolaa 7 bilyan kor u dhaafay? Imise qof baa dhintay? Maxaa se sabab u ah? Si bal caafimaadka loo horumariyo dib loo eego. Waxaan u malaynayaa 2014 meelaha in ahayd taqriiban. Daraasadii ka dambeeyey ma hayne ayaa waxay soo saareen in tirada dadka ka dhimatay ay kaneecadu ka dishay 750,000 oo qof. Bal ka sheekee, adduunyadan dadka ku nool kaneecadu waxay dishay xayawaanada adduunyada wax dila number 1 kaneecada noqotay. Xayawaanka adduunyadan basharka dilay ee khatarta ku haya kaneecada yar ee layidhi maxaa tusaalaha loogu soo qaatay dad caariday ayaa ka noqotay 750,000 oo qof bay dishay. Halka bani aadamku dilka iyagu isdilayaan uu noqday 437,000 oo qof. Waa khatartay dadku isku hayeen iyo dadkan caalamka ee hubka sitay ee aad arkaysa leedahay kuwa waxba iskagama harin. Inta kaneecadu dishay ayaa ku soo laablaabmaysaba. Way sii wadeen oo waxay yidhaahdeen bahalaha aad looga cabsado sida tacaabiinta oo kale, maska iyo abeesada iyo sunta badan, iyagu 500,000 oo qof bay bashar ka dileen sanadka. Aydan khatarta badana miciyaha waaweyn ilaa 530,000 oo qof bay dadka ka dileen. Tamaasiixda bahalka u ilka weyn wuxuu ilaahay abuuray ee ugu khatar badan waa bahalkan ixaaska la yidhaahdo. 1,000 qof baabu ka dilay bay ilaahay sanadka. Marka halkaa maxaad ka aragtay? Bahashii la xaqirayay ololaha u weyn bay iyadaaba haysaba khatarta weyn. Tawaxdishaa waa dhadiga bay idhaahdeen, iyaba waa cajaayib. Dhiigga dadka ka muusata oo inay waxanta samaysay ku rinto ayaabay taasi sabab u tahayba. Kuweeda ragga ahi way iska ilka qabow yihiinoo dheecaanka dhirta iyo ubaxay ka cabbaan, laakiin ta dhadigun baa laynagu salida. Qalabkan dee daraasada lagu sameynaya markaa mutatawirka ah waxay yidhaahdeen waxay dhakada ku leedahay 1,000 indhood, wax badanood la yaabtaad ku arki, laakiin awooddii Ilaahay bay noo muujinayaa waxaas. Afkana waxay ku leedahay 840 ilkood. Inagu intaynu ilkaha leenahay, ilkeennu waa imisa? Ma tirisay weli ilkahaaga? 230 meelahaas weey, iyadu 840 weeye wayna dheertay. Waxay leedahay 3 wadne, mid qura haddaad adigu leedahay hadduu istaago ay ku dhammaanayso, iyada 3 wadna isbedelaya. Waxay leedahay sidoo kale sakaakiin 6 ah ama khartuumkeena yar gafuurka yar waxay ku leedahay 6 mindiyood oo ka khatarsan kuwa dhakhtarku wax ku qalo markuu wax qalayo. 3 baal bay leedahay oo dhinac walba 3 baal bay ku leedahay baan leeyahay. Wuxuu Ilaahay awood u siiyey marka ay qofka bani aadamka aad doonaysa inay soo weerarto ur aada u dheer oo qofka bani aadamka dhididkiisa ayay soo urinaysa iyo kaarboonkan ka soo baxaya. Waxay ku taqaanaa markaa halkaa inuu qof hurdo, weliba inuu hurdo iyo inuu soo jeedana way kala taqaanaa. Kaarboonka laftiisa ayaa urtaa ku kala garanaysa. Waxaa musawada Ilaahay uu siiyey shucaac ay ku arkayso qofka jirkiisa oo ay ku garanayso xididada xambaara dhiigga meesha ay ku yaalaan ayay ku arki karaysaa. Wuxuu Ilaahay awood u siiyey inay wadato qalab badan oo cusbitaalladan casriga ilba bani aadan aanay haysaninba oo shaybaara. Markaa qofka kolkay u timaado waxay ku garan karaysaa urteeda inuu qofkan yahay mid dhiiggiisu wanaagsan yahay isticmaali karayso iyo inuu yahay mid ama xanuunsanaya ama aan dhiiggiisu macaanayn. Waxaad aragtaa qof baa wada seexanaysana adigu caawa kaneecad ka cabanaysa. Sidee wuxuu ku leeyahay kaneecadaad sheegaysaa maxay ahay? Fayruusaad iyo malaha waxba isaga la socda dhiiggiiso. Marka dadku waa kuwa yidhaa aniga dhiiggayga macaano kaneecadu ima dayso iyo aniga dhiiggaygu qadhaadhiyo kaneecadu ima taabato. Markay qofka doonaysa inay durto waxay ku samaynaysaa takhdiir. Takhdiirkaas waa maxay? Qofka marka la qalayo soo lama suuxiyo way ku suuxinaysaa, markaasay dhiiggiina taxliil ku samaynaysaa, markaasay tamyiicna ku samaynaysaa. Tamyiicu waa maxay? Dhiiggu si aanu isu qabsanina dareere uu noqdo meeshaydan yara dhuuban mari kara, dawadaana way ku daraysaa. Markay kaa dhammaysato ayay dhiig ayay ku sii daynaysaa horta wixii ay ku raacinaysaa bakteeriyadii wixii ay ku raacinaysa sida malaariyadii. Marka iyadu kaa dhammaysata bay ku sii daynaysa si aanad miskiinkaa iska hawaaraad tahay aan dhiiggii yaraa kaaga daadanin dhiig joojina way ku raacisa iyadoo sii dhaqaajinaysaba ayaad adigu meeshii xoqanaysa. Markaa wixii ay ku shubtay ee ay ku suuxinaysa ayaa markaa bararkan iyo waxaan keenaya way kaa dhammaysatay markaad soo boodaysa aad meeshii ay ku cunayso.
من عجائب الله بي كمتا عجائب تيدا وحا كمدا نوع إله هذا جنسي قيدو إلى شاني صدن قيبود وي نوعية ذيدون إلى صدحكون ميلها سيقاران وحاذو الله يابضا علمي عصري قائمك وحا لقوه هذا ما قلب كان بحيان الشقبانين لقوه يقوه وحي لا ذا هيبيدا هذين حيوان كلا أما حشرات كلا أو إلي مقبطية أو أي حنبار سنتها لا شو واس حنبار مركا حشرات كلا يدوسي لك ودوشة كسيدتها حتى لو إلهي قرراي إلهي با قرامي إنا قبائي مستين حنبار سنة قار بين دوشة كسيدنا ما أرقنا قارنا علوشين كسيدنا وتالا قولي هاي قفك بني آدم كا علوشي سوحة كتير حتى بكتيريا وبهية ورشيد كيسا كقيم قادني سوما marka xayawaan kaasi ama xasharada yaran microscope kun lagu arkayo way saxbaarayna dushay ku sidataa waxa ay daweysana Allahu a'lam wali lama ogaanin wariimada qaar kood ba marka waxay ku fasireen in waxa ay dushay ku sidataa uu noqon karo fama fawqaha marka macnaheedu waxa weey ilaahay tusaale wuxuu ka dhigaya ba'udatan kaneeco fama fawqaha iyo waxan ay dushay ku sidato ila wuxuu diidayaa ma jireen lagu fasiray hadii wixii dushay ay ku sidatay la helay oo xasharaad kaasa marka idinku xasharaad kaneecadana sheegaysaan aa arkaysaan kaneecada ilaahay tusaalo idin ka dhigaya ka yaray dusha ku sidatana tusaalo ka dhigaya almuhim intaasi naga filan xayawaanka la xaqiray awoodiisa uu leeyahay marka waxay dili karaysaa insaankii adduunyada maamulay waxay dili karaysaa xayawaano badan oo aad u waaweyn marka awoodi ilaahay subxaanahu wa ta'ala aynu ka arkayna kaunkan iyo xayawaanada أيوب بيتاسنا كم يتهي وهذا ما أقوله وأستغفر الله والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وسورة البقرة آية تطبيع لباتا قال الله تعالى إلهي بأوحر الذين كوي ويان دتك إلهي كفوغا ذا إلهي كوك عن صيري الذين كوي ويان قضون بريني عهد الله إلهي بلن كيس من بعد ميثاقه انتي وبلن كاءت كي يكد ويقطعون وحي قويني ويشري ما أمر الله وحي إلهي وفري به استغى أن يوصل إن لحريري ويفسدون وحي خربيا في الأرض للك أولئك هم الخاسرون كوا ساقول درايستي كيف تكفرون بالله تدي هو سيدا إلهي وقالوا بيسا وكنتم أمواتا إذنكو أهاك ودنتي فأحياكم وإذن نوليي ثم يميتكم هدنا وإذن دلي دونا مركا آخر سنة إيسا ثم يحييكم هدنا وإذن صون نولين دونا مركا آخر صباح إيسا ثم إليه ترجعون إنتا كدب إلهي با ليدين علين دونا يو الله ليدين هرقين دونا سبحانه وتعالى لقد مضى ذاتك إلهي قرآن كي سبينيه وحكم ذا بلنكو إلهي كتابك كقاضي الرسول كنا وسوء قارسي يهرنا إلهي أطمها وقاضي ميثاق أي بلنكا سيكبحان وبلن وحاو إلالينك أما إلالية ونقف إيمان له إيمانك قف كلابا آدو إلالية بلن كبلن توي لفضو الضهي حلقة يا وهدي مصلحة ولا أي منفعة ولا أي هلا دافع دون يا إن بلن كاتش بيانا يكبحها سدوا لهاي بين الله يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة قف مؤمن قالوا ما إلى علينا يو قرابا نمو أما حكت نمو يبلن بدنا بقى ما إلى علينا يو تسوى لقنا إليهين إما لا أنت أنا كنيس وحك لي جويا وحي إلى هاي وفرئن لحريريو وحي إلهي فرائن لحريريو وخلقكي خلقكي قيبه ذي كالدوناء إلهي وفرائن لحريريو أي كوكا أهيان إهل كاغ يشار كاغ يمدح ذاغ يوددك وضا الشقي سنة سنة موضا نوشهين يمسلمين طورا عيدك استوى حق ولا حقين فهل عسيت من توليت أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامك أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم هذه الدين تإلهي كسيجت ستان تضيهو وحاوب لو ذهن أمر نضع إنا قرابة قويسان بولهي أرحمتي قرابة دلوب تواوين واكمي قال كان لقم بيوته ما أنت مع عصرنا إنو تشوقنا البحن مضع أي شيئنا يا وحي نوكسورنا هاي قفك بني آدم كآبها إيهو يدو
mid waliba ilmihiisii yaraa uu tuuro xanaan ku tuuray. Qofkii ilmihiina markii uu isaguna weynaaday wuxuu ugu abaal guday aabbihii iyo hooyadii inuu isaguna ka dhaqaajiyo markuu 18 gaadho, kadibna iyagana xanaanadii lagu tuuro. halkaasay qaraabo goysnimadii ayay shaqo u noqotay caan ku noqdeen. wuxuu ilaahay sii raaciyay arintaa natiijadeedu inay tahay ulaa'ika humul khaasiruun. ana haddii aad diinta ku dhaqmi weydo khasaara ku dambeynaya. si kale haddaynu u dhigno xaqu ilaahay lahaana way diideen, xaqi khalqiga ku lahaana way diideen oo way dafireen. natiijadooda adduunyo iyo aakhirada waa khasaaro. استفهام به هلكن إلى هاي وصار دقي سؤال لا يقان إنكاري يتعجبي ولا يا إلى هاي نو تعجب ولا يا أن كان الله من هاي سبحانه وتعالى بل أنا أقول الله يا أبسطنا إذا كل الله يا سيد إلى هاي يبقى قالوا بس إيش سوى كعن تواي دين كوايا لبق جريادي يلا بنا لا ضادتك أمره إيش سوى دين مريه رب سبحانه وتعالى لبق جريادا ما الله وردي ما شاء يلا وانا لولاد لا تركبون طبقا عن طبق وفي مرحلة ذو مريا يا مريي إلهي سبحانه وتعالى مرك إله ساكو أبو ريا مرحلة ذها كمرينا يا جعنت كوجها يا سيدا دوجا قالوا ذي ده إنسان كو أبو الله وي إنسان كان إن الله وهاي مرك جري ذا هراء وحين جري ذا طبق وين جرامي ودواتي وطنا ينسوجين دمانين labada nololoodna waynu garanayo midi waa tan uurka hooyo ilaahay uu nagu nooleeyay midina waa taakhira la soo noolaynay khalqiga la soo noolaynay aakhira la soo noolaynay marka la abaal marinayo taa garanay marka geeridan ilaahay uu horeysiiyay ee uu yiri wa kuntum amwaatan waa geeriyeysay maxay noqonaysaa uu ku bilaabay ee afarta u horeysa waxay leeyihiin qofka bani aadamka ahi dee waxba la'aan ba asal u ahay wax jiruha mise wax walaan wax walaan buuha marka mar hadduu wax walaan ahaa wax walaantaas waxay u dhigantaa isagoo nooleyn deemuu nooleyn wuu geeriyeysnaa mar haddii aanu jirin dee mar haddii aanu jirin oo as waqtiga aanu joogin wax geeriyeysan oo kale ka dhignaa insaan noola ama ahayn dee halataa calal insaani xiinu min addahri lam yakun shay'an madkuuran qofkii bani aadamkaa waxa soo maray baa ilaahay waqtiga aanu ahaynba wax la sheego wax la sheegaba ma ahayn marka uu geeriyeystaa culimada fuqahaada ee axkaamta mararka qaarkood baa waxay kala soo baxaan aayadaha caqiidada ka waramaya masalooyin fiqhiya marka waxay leeyihiin ilmaha yari hadduu soo dhasho isaga oo aan noolayn wax xuquuqaha uu leeyahay ma laha qofka nooli xuquuqdu yeelanaya ma yeelanayo leannahu wuxuu la mid yahay jaamidaadkaasu la mid yahay jaamidaadkaa waxaa qalalan buu la mid yahay marka xuquuqdii qofka noole uu lahaa sida salaadii iyo iilkii iyo qabrigii iyo dhaxalkii iyo waxyaabi nooca ahaa ma yeelanayo oo waa arrin kala saaraysa qofka bani aadamka ah iyo la'aantii noloshaasa kala saaraysa masalada waxa iyadoo ay ka hadlaysa caqiida aayaddu haddana masalada fiqigaa bay kala soo baxeen huwa ilaahay alladii ilaahay waya khalaqa lakum idiin abuuray maa fi lardi jamiica waxa alla waxaan dhulka ku haysaan dhammaantiin dhammaantii idinku idiin abuuray uma istawaa ila samaa samada ayuu intaa kadibna ilaahay u qastiyey fasawaahunna sabca samaawaat wuxuu ka dhigay 7 sabo wa huwa bikulli shayin caliim wax walbana ilaahay wuu ogsoon yahayo waxba kama qarsoomaan rabbi waxa ilaahay uuna tusinayaa siduu abuurkeenna u leeyahay inuu arsaaqadeennana u leeyahay الحجاد إلى هاي وقفر دانيس حجاد كي جك أفتوميس حجاد وجك جالوبيس استجاك وأبو رامر حلا ذها كمري أنت هذي إف كان شوكتنا دون كان أنت أتشوكتنا أساق ده هذا استجاك هاي وحكو أبو راي هل كات كنا شهاي عركي يلو كي أتكون نحن ورايت بكو أبو راي أساق ده هذين استجاك هاي خلق لكم ما في الأرض جميعا dulka waxa dul saaran oo dhan buu idin abuuray idinka marka laamtu tacliiliyana way noqon kartaa la leeyahay ama ibaaxana waa noqon karta idinkaa la idin ibaaxeeyo xalaal idin ama dartiin baa loo abuuray si kale haddaad u dhigto
كونكن أين كنا لا وكو عسومنا إلهي بس كله سبحانه وتعالى وحين كنا لا نيني وحين نفسنا نيني وحي أنفعنا هاردن بدياري قفتي لعسومه وعسومه لا ذو قيمة بدنه ونكسن لكانه محل جدا وحل جدا تسي أدب له إنه عسومه دي ساو انتفاع صلاة ونما هذا قاعد يعسوت رديمك لجو عسومه أو عسومه قال يلا جود دياريه وأنا عدي بقاري إنه خرج كيدو بدين ومرك اعتماده عدي كعسومتي تقول جاي دي خربته ويسقى هذا عايده الأول بوريد حمانتي حاله وريده وين لو قربتوه بوي ولا جو قربتوه بوي يعني وارم بات أبا الله وات مرك أساس أكل هذا ثالة يا ويسو قف كنا عاصم هي إن ده سدادتك وأركيان هدي الله يابسن تا وحد الله يابتا إلهي أدون كان سلا إسوكين قفلي إسوكين هجاتي نبر واقعي أي نحكة أنا إن جون إيطاليا أرنتونا لهين إنسان ككوك عن سير أي لي مشرتي أي لي كم عبودة أي لي وح حق بله أي دخرة إلى سبحانه وتعالى هذا الله يابوي مركا عد واحد دليل وتعي ولا ماذا فقه وسلا إمارته مثلا لو عديا ما عد بوسو دليل شلان أن الأصل في الأشياء الإباحة وحنا نقول كنحدي سكوها إنه وح ما أصل أصل كيس ما إنه حلالي هيبا مسوى إنه حرامي وحنا نقول كنحدي سيالة أما بده هيالة درلة حيوانلة دقدقاقلة أصل كيس وح وينه حلالي فإلى هيبا لك كعدين وحنا أبو رادن نقول كنحدي جميعا بقولي بك وسيادتي وسيادتي ولكن يقول لك ان كان لدينا ابو راي هدنا دمانتي ويدين وضع حلال مركا وحياه عنايصه هدات هدلو هذا هو حلال وهو حرام بالله وحلال ان حد دليله حرام تنميني الا اصل كوحها وحي هل كان ينعونين اي وحي نعبين اي وحي ندفع سنين ولا ادونك انه حلالي مركا وان لهلا شيء حرامته وحي دليلها حرام تنميني هدين الدليل وين شيغا ان انتفاع سنين ادونك دحديس دليل حارانتي نيميه انه حلال يهي با لو ودايا عللك هذه جير مركه فقهاءو كجوابيان مساله وحلين وكان الاصل في الاشياء وكان الاصل في الاشياء الاباح مساله نساوي شيغا سوى حلال ده شي ولبنا وحواصلها انه حلال يهي دليل حارانتي نيميانا كوما سو ارورين دليل كهذه جير حارانته لو قادنيا انه دليل يهينا وحوية دليل سجوني وين أنا حديث ضعيف هين أما آيات محكمة أما هو حديث ثابتها سجن وجنب الضعيف في العقائد وحكم ربنا العظيم الواحد سلا إليهن علماء الاصطلاح حديثك ضعيف كا ومد ليشنا يصير عقائدك مع عقيدوينك يحراش يحرام وحين كلام يكفى إذا سنة آياته أن حلاشي حارنت إن البدنت هاي حلاش حارنت ما يرتاح وح حارنت هذه لا تري ويري هاي تدكم بابتلايسنا كل ممنوع مرغوب عليه قف كوحي لودي دام بكتب العاسية جاية أنت حارنت يبغى ويرت وهذه على أركي دونت آدم نبي آدم عليه السلام وحليشنا ذا صورنا تقوين أركي دونا وقالي تصدي سوات صوصعت لكن جيت كاسو مسكيل على جنادي يجيت كي يبى بدن، ده واحد بدن جنادي إلى هاي بقى بدن، جيت كيف ومركا أيو كل جوا ده جي إسلامي، وبيدي كل ريح، كار قوي بليس لا يلا، إن جانا بلو واحد السؤال تا أدون كم وحي ألا فرح بدن بد يبر كشرة ألا نفسنا يفر بدن تيس حلاشة، هي إن يرى لتريه بوا حرام، ده إنت يا رب جيت كي كده كان، مركا حتى لا يابي لهاي وده جي إسلامي أرين كود صوص على. النبي آدم يحاو أدران لهيد محاكو سالي ذي جيتك ما انت كلاكو في الله إذا انت فعصدان كنا ذا بين يسكت شوقي لهيني أذيقا محاكو قصالي ذي حارانت إرتيد لوا بيرتها يبقى واحد كلا يابت والدك مجرو أذيقا أبل لقولين وحال الله حكاون كي يالورنا من حلال بكوية نور كاك جيرا حارانتو نسكتان وايه تاسينا بيدا نكفى إذي سنوهيان استوى إريق آهي مر مفعول توصب وقاطها يسوي حرف جاران استعمالي مر نوح وقاطها إريق إلى أي كذا بيا سيد هالكلام كله مر نعلا وكذا بيا مر كعلا كل كأي كذا بيسو معنيه استواب النوع ذا إن شيء قاسي وكو إكاري
لكن كلك إلى أي كذب بيس هذا هل كانوا كروا معني سوى قصد وي أو استوى وكوي هذا هل كان ما هي إلى هاي سمدي سوء قصد وي تضبو كرجعي وحول بنو كراء ركيبو أبوري بحي خير دحيا ليبو أبوري سموين كيوت تضبان وأبوري تضبان ركينا وتضبع marka inta soo dhan waxa lagu cadcadeynaya ilaahay ku abuuray intifaac ay arsaaqada ku sii aadunkan kugu casuumay erab uga dambeeyo ka amar qaado marka halkan waxa rabbi wuxuu xusay hadaba khalqigan aqli gale inta aqli gale ay ilaahay u abuuray wa jinka iyo insiga iyo malaa'igta saddex raaqaybood iyo abuurkoodii hore iyo imtixaanada la soo maray iyo imtixaanka cida ku guuleysatay يا عدة كفر شلنتي قصدي نبي آدم وقصوين كي أي حسيني أصه الرئيس أيا هل كان ينكو أركي دونا قصص هذه يشر القرآن كدحدي سنة فرها بدنا إنه يمن دونا فايدوين بدن بيلين قصوين كاس فايدوين كأيلين وح كم ذا نبي هذا يوحي دبعت صامري أيا ربي نوعته يا سبحانه وتعالى سأنا نقول عبرة قادمة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب عشر يدرس باكو السوق النبي ذا قصة ذا عدي عقل لنا وحكو قادم كرئيس تدكي أهل الكتاب كها قصوين بدن باكو تبتو ذا أي حسين تدك بيان بي وقشا يغان قصوين كي أي بدبدلين بي ومبدا أوكيني ترين قرآن قصة حق أبو عطينا يا وعربتي أهل روسان شرنا ما بينت وشيء جيني وما ذي هاي بينت جارسين أيام بينت هذه وحصولين أيام قصة ذي صحة هي القرآن الكريم كايل هاي وقصاب عند الله سبحانه وتعالى فإذا إنك قصوين كلها يوم حكم إذا تدك كبرى يكو الظالمين تاعي يدل مثلياشة مرك قصة أخريانة أركان يوين الجرتان عريب حمد وذهلك كذن بينش لأن أنت صوت ظالم بعد دنيا الصوم مرك كبرى على حدا كتبي فقصص القصص لعلهم يتفكرون قصوين كواخر بلين يكواس فكران وحقاتان بولاي وتثبيت فؤاد الرسول ولكل داعي قصوين كنبي محمد بقلبي قودة شيان يقف قصطاء حق وضاء وناك دتك جارسينية وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك قصوين كان كوشيغا قلبك يكوصوغا نبي موسى لهاهم حريستبون نبي الله عليه الصلاة والسلام دم قضاه وحل الربا انت انيق الله يدبا ان لك انت انيق الله يدبا ان كبدن با لا دبايو انو لو وين اسك سفرابو نبي الله عليه الصلاة والسلام قصوين قال يا جرو حي نو عدينيا مناهجتي يا هديغي يا دقنك نبييدو كسودين يا قليهودي حبكي او باقي جيرين اولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي نبي ذا إلهي بهنونيه ولدونا منهج كودي كسعبا لين لين وضرب من ضروب التربية قصوين كهذه يتشاروح ويان بني آدم كان الدنيا ذا صامر يسير ضدك مسلمين توحد وشيء ربيعيا عيد ولو بلشادة كاميره بامر كي قصة كآخر ذا عشان رخو سيئي كهليس مثلا قلادة دقالها مركو قفكو آخر قصة دي نبي يوسف دقالة سحن آهر ومر له يو كهليا استراتيجيات له واتا كتب تغلق قرأي يا دقالها فاسد كه وكي قارونة ضد كهذه شر ملح لا يمسورين تو ملح ونعكسنا أي كود ضيدان عادلين وطلي ضد بعض فعيب قصص كه كه ليان سيد قا النبي سليماني ذو القرنين نبي داودي ضد كي قرآن كو تلمامة استبداد كوده إيه كلي تلستمد هذا يقول ضر هذا يقول دعانا قصة فرعون بك آخري كريان للي يرى ذاك له قصة نبي يوسف مرك آخريان يينا شعيب قصدودي تحشوتك يا عفافك يا أخلاقياتك ونكسنيو شدو نحل قلك ويه أيه كأرك كريان تدك مبتلين تي تسلية كهليا تدك هذه يتشار نباتة يسم أما أدون كان كو امتحانا أما دي قد إيا عريري كن ولا لها قصوين كمرك أخريان قرآن ولبا سورة الأنبياء أخري دو قصدي النبي أيوب وكلا يدنا عبر أياك كرديس قصص كاسي هذه يتشار وحيابها سيء تاغنه وحكرات كأرك يسا دينها السماوين إليه وحيابا بضن شروع ذا إلى هاي ودتشيا ومشترك يكويهن أي ولاجيا والتوحيد كأي أخلاقيات كوناكسنية النحريس تأي وحاصرنا أي ولاجيا نوع نسخ قلنا ونيجوس بدلين وحين كضع على عن كرينا شرعا من قبلنا سوشا إن جهر يشرع جود عيين وكأرك كرينا
qisooyinkaasi markaynu qur-aanka dhex galnaa waxaynu arki doonaa nebiyada qisadooda uu qur-aanku soo bandhigay, waxaa ka mid a nebi aadan, nebi nuux, nebi huud, saalix, ibraahim, ismaaciil, luut, isxaaq, yacquub, yuusuf, awlaadii asbaad loo yaqaanay alasbaad, ilma yacquub, ayuub, dulkifli, shucayb, yuunus, muusa, haarun, daawud, sulaymaan, zakariya, ciisa, yaxya, ilyaas, yasac. intaasoo dhan waa nebiyada aynu qisaskooda ku arki doonno 14 suuradooda qur-aanka. ee suuraddeen ay u soo horeyso waxaa jira qisasulxukamaa, dadkii xikmadda badnaa qur-aanku hoosta uu ka xariiqay ama calaamadiyay qisooyinkooda iyo faa'iidooyinka laga qaadanayo, sida luqmaanulxakiim, dulqarnayn, khadir, cusayl. qisas xataa dumar ka waran ayaa jira oo dumarku wax badan ay ka qaadan karaan, qaarna ay ka feejignaanayaan dhaqankoodii xumaa, qaarna ay ku dayanayaan sida xaawa oo maaragtayan. dee nebi halkan iminkaba aynu ku arki doonno qisadan nebi aadam, asalkii bani aadamku uu ka farcamay, iyo xaaskii fircoon aasiya bintu musaaxim, nebi luut iyo nebi nuux xaasaskoodii oo iyagana laga dayriyey oo khatar badnaa, nebi ibraahim xaasaskiisii aajara iyahaa iyo saara, magacooda qur-aanku aanu caddaynin laakiin awsaaftoodii iyo tilmaamahoodii uu tilmaamay, gabadhii boqoraddii sabee balqiis magaceeda lagu sheegay, iyo taariikhdeedii iyo habartii inkaar qabtada ahayd ee ummu jamiil la odhanayay ee qur-aanku halkee ku sheegay iyadana, wa imra'atuhu xamaalata alxadab, habartaa inkaar qabtada ah. almuhim, qur-aanku waxaa kaluu tilmaamayaa xayawaanada iyo qisaskooda, sida asxaabu lfiil iyo qisadii saca, hashii nebi saalix, quraanjada iyo qisadeeda, kaneecadan aynu arkayno, xuudkii nebi yuunus liqay, ximaarkii ama qisada dameerka aynu xagga dambe ku arki doonno, quraabkii iyo tukihii, qoladii asxaabulkahfi iyagana aygoodii oo la xusay, hudhud iyo daabatulardi bahasha loo yaqaanee muxuu ahaa aboorka, ushii uu nebi sulaymaan ku taagnaa isagoo cunaya, saa uu ku dhacay. almuhim, waxaasoo dhammi duruus iyo cibar iyo casharo ayaa ay xambaarsan yihiin oo aynu arki doonaa. qaala allahu tacaala, ilaahay baa wuxuu ihi, waid wadkur, nebi maxamedow xus, darafkaasi had iyo jeer, darafkaasi wuxuu u taagan yahay inuu ficil baa ku tacallo ayaa maaragtay ku camal falaya. id wakti xus, nebi maxamedow, qaala rabbuka lilmalaa'ikati, rabbigaagu wuxuu ku yidhi malaa'igtii, innii jaacilu fi lardi khaliifa, dhulka waxaan ku abuurayaa mid khaliifa ah. khaliifa waa dad isdhala oo isbedela. qaaluu waxay dhahaan, atajcalu fiiha, dhulka ma waxaad ku abuuraysaa, man yufsidu fiiha, dad khariiba, wa yasfiku dimaa, dhiiggana daadiya, wa naxnu nusabbixu bixamdik, annaguna waanu kuu tasbiixsanaynaa mahadaada annagoo ku darayna, wa nuqadisu laka, taqdiisku macnaha waa ku hufaynaayo, wax ceeba kuuma ogolin oo kuuma sheegayn. qaala ilaahay wuxuu ihi, innii aclamu, anigu waxaan ogay, maa laa taclamuuna, waxaydaan ogeyn, wa callama aadama alasmaa'a kullaha, magacyadii oo dhan buu baray nebi aadam. tuma caradahum, wuxuu u bandhigay magacyadaas wixii macnaha lagu magacaabayay eshayadii cala almalaa'ikati buu bandhigay, malaa'igtii buu waxyaabaha hor keenay. faqaala wuxuu ihi, anbi'uunii, waxaa iga warantaan, biasmaa'i haa'ulaa'i, kuwan magacyadooda, in kuntum saadiqiina, haddaad tii kuwa run sheegaya, annagaa macnaha wax og haddaa ku run sheegaysaa. marka qisadaasi halkaa ka bilaabantay waa qisadii nebi aadam calayhi salaam iyo xaawa iyo marxaladihii abuurkooda uu soo maray, ama aan idhaahna imika halkan waxay u taagan yihiin, siduu ilaahay u maamuusu jannada u geliyay, ama uu u sujuuday malaa'igta u faray inay u sujuudaan dagaalku ibliis ku qaaday. dariska dambe in faahfaahintooda ku qaadan insha allah. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قصة النبي آدم صدح خلقي بها ميشا يا الله وصدح قلاء أي كور رمي ساق قصة قلاء وملائكة إله يو ما بالها شرع خير مويان قلاء الله بعدنا
waxa weeyaan ibliis iyo colkiisa maba laha wax khayra shar mooyaan. Qolada saddexaadna waa ayo waa innaga aadam iyo xawa inoo soo horreeya asalkeeniya labadaas aynu dhaxaynaa marka laba mid unbay noqonaysa. Haddii aad ilaahay ka tala qaadanayso subxaanahu wa tacaala awliyadiisana ka mid tahay ayaankaaguna fiican yahay abaalmarin fiicanna aad helayso waxaad u helinaysaa malaa'igta dhinaca wanaagsan ee midigta ayaad raacaysaa xoojinaysaa ood ku biiraysa. Haddii qofku uu yahay qof xun oo dhinacii sharku uu qaalib noqdayna safka ibliis buu ku darmayaa. Marka digniintu waxay u taagantahay safka ibliisa ku darmine saddexdaa qolaa taagan safka malaa'igta iyo awliyada ilaahay iyo khalqiga ilaahay amarka ka qaata ku biiro ku darma. Halkan waxaa timid ilaahay oo la hadlay malaa'igtii uu abuuray subxaanahu watacaala wuxuu ogeysii u sheegay inuu dhulkan dhexdiisa ku abuurayo khaliifa. Ogeysiintani ma aha inuu ilaahay u baahan yahay malaa'igta oo dee leeyahay igala taliya oo uma baahna subxaanahu watacaala khalqigiisa laakiin waa iclaamin waa ogeysiin istishaare ilaahay ugama baahna waxba kama qarsoona. Innii jaacilu fi lardi khaliifa erayga khaliifa saddex macne ayuu qaadan karaa bay leen culimadu. Khaliifa yakhlufu bacduhum bacda waa dad iyagu isdhaldhalo oo qarni markuu taga qarniga kala dhaxlo oo isbedelaya noloshooda si ay u socoto ama waa khaliifa weeyo ciddii hore ee ku abuurnayd halkan dhulka markaa ku abuurnaa qoladay doonayaan ha ahaadaane cid bedesha oo dhulkii camirta ama waa khaliifa oo sharciga ilaahay iyo diinta ilaahay cid wakiil kaga noqoto ilaahay oo adduunyada ka dhaqaaji soo fulisa oo ilaahay markuu kutubtiisa keeno ee waxyigiisa iyo sharcigiisa uu soo dejiyo ciddii maamulka noqon lahayd ee wanaagga ku hogaamin lahayd. Marka halkaana waxay adduunyadii u taagan yihiin oo loo xilsaaray ma bani aadam inay adduunka hogaamiyaan iyo noolaha kale si saxana u hogaamiyaan khaliifa macnayaasha suu qaadan karaa. Malaa'igtu ilaahay su'aal bay weydiiyeen. Su'aashani maaha mid caaridaad ah, malaa'igtu caynkaa baha laakiin cilmi bay doonayaan. Waxay yidhaahdeen ilaahayow ma waxaad ku abuuraysaa dhulkii qaar fasahaadiya oo dhiigga daadiya iyagoo annaguna wanaagunaanu la taaganay oo xamdigaaga iyo tasbiixdaada iyo taqdiistaada waa subxaana allaahi walxamdu lilah ayaanu la taaganahay oo waa ku ammaanaynaa. Ilaahay muxuu ugu jawaabay? Waxaan ogahay waxaydaan ogeyn. Waxay isweydiin leh malaa'igtu markay su'aashan ilaahay weydiinayaan xaggay ka ogaadeen in khalqigani ay sidan yeeli doonaan? Tee iyagaaba sheego waxay dhahaan laa cilma lana ilaa maa callamtana, ilaahay unbaa u sheegay subxaanahu watacaala hore u sheego ogeysiiyey. Waxaa kaloo xusid mudan dhulka oo la fasahaadiya malaa'igtu way sheegeen oo dee bani aadamku macsiya iyo gaf buu ku fasahaadinaya laakiin dhiiggiiba wixii wax lagu fasahaadinaya mid gaara oo ka mid a gaar loo soo qabtay wayasfiku dimaa oo daadinta dhiigga taasi waxay caddaynaysaa bay leen culimadu waxaan la yidhaahda dhiigga daadintiisu inuu yahay fasahaadka u weyn ama dhibaatada ugu weyne dhulka laga geysto oo wuxuu u dhigmaa ama la mid yahay muqadasaadkoo la baabiiyo xaramka ilaahay oo la fasaadiyo la xumeeyo iyo kacbada oo la dumiyo waxaa la mid a dhiigga qofka muuminkaah oo la daadiyo waa kaa maanta rakhiiska noqday ee dadkii muslimiinta dhiiggoodii la daadinayo waxyaabaha caalamka lagu fasahaadiya ugu daran buu ka mid yahay. Saa daraaddeed baa si gaara ay malaa'igtu u cayimeen. Ilaahay wuxuu ugu jawaabay waxaan ogay waxaydaan ogeyn waa run cilmiga addoomuhu wuu kooban yahay. Alla wuxuu wa fawqa kulli dii cilmin caliim mid waloo cilmi laba mid cilmilaha kasii sarreeya oo kasii sarreeya cilmigu ilaahay buu isugu buyashubmaa subxaanahu watacaala. Saa daraaddeed bay haboon tahay qofku inuu caadaysta erayga wallaahu aclama. Nebi muuse reer banu israa'iil ku yidhaahdeen man aclamu naas isagoo khudbada akhriyaya dadka yaa u cilmi badanoo aniga buu dee waa tii laga raacay halkaa kooras dheer baa loo diray waa tii khadar indhaha loo geliyey ee intaasoo jeer uu ku soo saaray waxaanu garanayn ee markii uu dambe u fasirayna uu arkay inuu yahay wax dee uu ku qancayo wallaahu aclam. Macnaha waxay sheegaysaa insaanku waxaadiyo jeer u asala jahli baa u asala ma cilmi baa u asala qofka bani aadamka mise jahli
جهل بقى واصلا. ما الدليل على ذلك؟ إنه كان ظلوما جهولا. نفتي سنو الظلمية يا قف جهول ويومد جهل بدوي. لماذا وحيد هذا؟ كهذا آداب علم الله برتو كهذا يا وحيد هذا. أن العلم ثلاثة أشبار. علم هو الصدح تاكو. من دخل في الشبر الأول تكبر. قفك تاكو أهر يسقى على ويسوينية. ومن دخل في الشبر الثاني تواضع. قفك تاكو لبعض قادانا ويسيرقى بيا. ويشوك سلا. ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. قفك تاكو صدح قادانا. جهلي يسو أركا أنا مركز وحي سكلات دي لوردقة قيبت النداميقة وحبرشادة مركز دي أكتو قفكو مركز سكد داريقة مرا يموران كيسية جافة شريقي سو بضاني أما هاتو حلقة دي تشوغانا كتوب تيريرا بلوغا مركز آخر استقف والبولا مرمية واتا كبرا مركز ديقريقة قاتو جامعة كبحانا ديبو جوك سنية بي أجلي ذا مركز قاتو مركز سو قران مركز كاشان كسو قابانية marka soo arkaya jahligiisa marka la yiraahdo wixii la dhigay waa lagu dhameeyay adaa lagu sugaya labu daan ta kuuna baahitha waana noqota mid maktabada wax ku soo kordhiya umada cilmi ku soo kordhiya adaa marti lagu yahay lagu eegayaa maxaad haysa damadhu xuqanaya marka dib u fariisanaya marka waxay culimadu yiraahdeen iyaka an takuna saahiba shibri waxaad inaga ilaalisa inaad noqoto taakoole ka taakada la waalanaya haynagu noqon marka malaa waxayna oran karnaa bariyahan dambe taakadaas ay noorereysay siiba daayir kaasa iilaamkan iyo warbaahinta markii la helayna qofkii iska bilaabo muftibaab isu dhigayaa markaas uu ka sii deynaya taas waxa weeyaan walaa taqfuma laysa laka bihi cilm almuhim misalada suu misal kale laakin waa inaynu ogaanaad cilmiga inaynu baahin u qabno oo aynaan ka dhageyn man humari la yashbaani talibu cilmi wa talibu dunya lawa ka kani ama mamani ma dhargaan oo qofka cilmi doonaya iyo qofka maal doonaya سان مالك لوغا درغين علمغانا لوغا ما درغو اني اعلم ما لا تعلمون مركا ادومه لبا اريمود بو واني عاديستان ان شاء الله والله اعلم لبا سيبو مهم طلابو انك مستقبلك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كو بدد يا والله اعلم بحيات شيغي سبب نبي ادم عليه السلام ملائكتي وا كوين يري ما حد كا ابوريس اسغي اولاديس إلهي بأمر كاوحي وقاب دونا يا إنه أمه تيا نبي آدم وحو براي مقعية ذي يوردن كلها ثم عرضهم مركب مقعية ذاسي وحل برايا شيء والبع يا مقعيس شيء ذا واسمك يا مسميات مقعية ذي يا وحي مقع لاها وثم عرضهم وصابن دقي محو صابن دقي و waxaa la soo bandhigayaa waa sheeyadii magacyada lahaaba Ilaahay soo bandhigay subhanahu wa ta'ala malaa'igtii soo hor dhigay wuxuu leeyahay bal waxyaabahan in hor yaala magacyadooda ii sheega magacyadooda ii sheega marka sheeyada halkan la soo dhigay culimadu waxay leeyeen waa sheeyada ay u baahan doonaan bani aadam adduyadan ilma bani aadam waxay ku isticmaali doonaan ay u baahanayaan ayaa halkan Ilaahay soo dhigay oo malaa'igtii hor keenay nabi aadam hor keenay magacayna way wada leeyin waxa halka laga faa'iideysanayaa ilaan culimadu luqadda iyo magaca yaa dajiya ama sala khilaafiya laakiin sida raajixay waxa weeye inuu ilaahay dajiyo subhana wa ta'ala luqadaha ayaa u bixiya dadka ilaahay baa u bixiya bara siduu shay walba uu abuuray oo luqadiisiina isagu abuuray marka hadii xataa dadka qaarkood meel ay isugu xareeyo gaara luqada ay la baxayaan ilaahay uma bara subhanahu wa ta'ala dadku horumar ha sameeyaan ama xirfadaha u yeeshaan laakiin waadica luqaduhu waa ilaahay saalkan baa aynu ku arkayno hadka arkayse ilaahayna waxba ku adkaan subhanahu wa ta'ala iskaxdaada yara liidataa oodan oo waxaan oodan ilaahay talo halku ka soo guray haddana markii dana halku ku celiyay demo waxba ku adkaada waxba kuma adkaada rabbi ilaa waa tahra uu kugu soo sheegay wa huwa bikulli shay'in aliim wax walba ilaahay waa karaa wax walba uu ogyahay أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا وحي إلى هذا المركة ملائكة سبحانك إله وذيك حمان كوفا لا علم لنا علم ملهن إلا ما علمتنا وحي أدنى برتين موياني إنك أذو أنت أذو العليم الحكيم من علم بضنباتهاي حكمتنا له قال المركة إلهي وحي يا آدم نبي آدم أنبئهم بأسمائهم
ملائكته واحد وشيكته شيئا مقعية دولة أنبئوا بأسمائه فلما أنبأهم بأسمائهم مركوا ملائكتي أوه الرمية أوه شيئا شيئا مقعية دولة قال إلهي وحول العالم أقول لكم وميانا لدي كورانين إني أعلم أن وحانوك هاي غيب السماوات والأرض وحمقا السموين كم مقان يرولك وحكم مقان بانوك وأعلم وحانوك ما تبدون وحاق موجسان إيسا وما تكتمون يوحاق قرسان إيسا أبدا بوانوك سوطة ندين شيئا ساسا إلهي وكول سبحانه وتعالى مركالك مستفاداتك أي نقصدك قادنا إنا وحوي أن إثبات القول لله سبحانه إلهي قول بوليهي حرف له عضن له وإنك آخرين وكلام كيس السيدة الددك قاركوضة مفرق لها قاركوضة الله حذي أول أهدين إلهي كلام كيس ذات ديس أما إساقون بكوقة ما يوم سوقود بين تاسي صحمها إلهي وحول بين فراء وحباءني كوات كاني بين هالكن كاركينا فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أحبكم أتكاذان وحب دانو السمايا إذن أحبوا ويدين كرتو ملائكته وعالم غيبية وغيب كي نقم قبع كامدي وحين نكر رمينا إن أنت وحي قوي نوغا شاك وحين وحي قوي نوغا شاك كما رمين كرنا أما كما أوران كرنا نبي قنا وحب الشاك عليه الصلاة والسلام إن النور لقى أبو راي هلك تشينكي شياطين تنار لقى أبو راي شياطين تيا باريست يجانا نور بالا قابوري إنجانا عيد بالا إنجا قابوري سيدو النبي عدي عليه الصلاة والسلام مقر كودي حرون تودا يدقينه نوع عالم كورية السبادة حكمة دا إلهي وحي كانت دني آدم كوينة السيدة نفر عمانا وانا حكمة دا قورك اللو تريوي قورك وحا اللو تريوي إنو داتكو ترمو وخريفة أي كلا نغضانا استبها إياد وحا قصدا إنو كفا إذي سنين داتكا الدنيا دا كن نولي إن مدحه أي لقمة مارمان وطهي ووحف فوضى الله إلى هذا إيا مدح الآن أنا يكون سعرين رسائل كمهم كمسلم وآمسين يابي كمتاي إنا إياشان مدح مدح ذا سناء وناك سناته دين يدو يبنى أي أهجا تسو وحف فوضى الله إلى هذا نوحيابها لقوها لك سموي وعين هلك كأركينا قفك هدي وح شيء وناتينا يين وشاقة إن أنا عبال لهين عب ملا وملايك تلك وحيدا ونحن نسبح بحمد وناجي قبنا يين أيوم بشاقة لكن وحنا أجينا حكمته ماشى كشرة أيا ربنا هلكن وشاقة وعدي شرع وحي وناشاقة وين نقاضنا أحبذنا دنتي نابا كشرة وأينا أجينا ينهري دارنا مركا أين راعنا وحين هالكن كأركينا فضلك إيه شرفت أولي هاي علمي ونبي آدم عليه السلام دي معلم بو نوضي ملايكتنا أرضي بين نوضي ملايكتنا أرضي بين نوضي وكا ابن كثير رحمه الله سيد أولي وحالكا كم وقنا يبوري إنو نب دي معلم كأرضي كفضل بدين سوما أرضي دي كل هاتي ملايكتي أرضي بين معلم بو نوضي فضلك النبي آدم علمك وكفر لبدايه هذا إلى هاي الكن وكم وشيء أضمها قارك إنه إلى هاي علم دارا هذا السيء إنه أركينا وخلق وده حاجة علمك وكوك لفضل لبدايه أولياء ذا إلى هاي الصالحين توه ونعكس وكان نبي آدم بقى كفضل لبطيء ملاك تحق علمه امتحان كشيء قال الله إلى هذا وحس كتروي وقرآن كنوي نبريا لقد كان النبي محمد نوى نبريا عليه الصلاة والسلام امتحان بالله قاد النبي آدم يا ملائكة نبي آدم بكو قوليست ساسوك لو ترتنك وقاد امتحانك نبي محمد عليه الصلاة والسلام أردي ديس يودي أصحابتي قفك بن آدم كاوحا وهبون إنو نفتي سقرته قدر كيدا وانو اسقاد قادن قبل نيسو يالي وحانو قرنينينا آنو اسكو قادم وآي ملايك تويس ديبين مركي لهاي وكسو صاري أرنتن يا نبي آدم علمي قرن وصيني وحانو كأركينا ملايك تو سيدة إلهي أوينينا يا سبحانه وتعالى يا رياضي كتوابين قيمها أي ليه صفاتك إلهي بك أي آيات كأي نوع عطينا العليم الحكيم
oo inoo muuqanaya. waxa markaa ilaahay u gudbay arrin kale oo iyaduba ah imtixaan. قال الله تعالى وإذ واختحس نبي محمد قلنا للملائكة ملائكتي وحن كن اسجدوا لآدم نبي آدم سجودا فسجدوا ويسجودا إلا إبليس كلا إلى آدم ويانا أبا إسقو ديدي واستكبر ويسويني وكان من الكافرين قال هذا نوك منها وقلنا وحن نريبو لهي يا آدم آدم اسكن دق أنت وزوجك أديك إيا حاس كاغو الجنة جندا دقا وكلا منها جندا وحا كعنتان رغدا عنتان واسعة وبلارا ونحد لهين حيث شئتما كورتا دونتان إيا ميشا دونتان بوح كعنا ولا تقربا هودواننا هذه الشجرة جيدا فتكونا من الظالمين وحيد كم يدنقون دونتان هو ظلمك سميي فأزلهم الشيطان شيطان كيو كسو سنبرحيي عنها تنذيب كسو سنبرحيي وكسو توري فأخرجهما وحو كسو صاري نبي آدم يحاوى مما كان فيه برواقدي يخير كي بدناي كل احترام بكسو صاري وقلنا وحان نريبو لهي اهبطوا دقا بعضكم لبعض قاركين بكو كلا عدو عدو باي ستهين ناف هالكا ولكم في الأرض للك نوحا كل هذهين مستقر ميل أدكتان ومطاع إيحوغا راحا وكل راحا يستان وكل عسومنتين إلى حين انت أدونك تشوكتان marka ku waarimaysana intaasa ila intii muddo ka hor inta dhimanaysa intaan kan bilaabmay waxa weeye nabi aadam ayaa la faray inay u sujuudaan malaa'ikti ilaahay amarkiisu bay qaataan laa yacsuna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun wa khalqi utaagan inay ilaahay ateecaan oo aanay caasiin sayno raba soo xusday waxyigana ka arkayna سجوداس لفري وحي دين عكتها سجود التشريف دين عنا عباده دين عوحي كتها التشريف ودبي آدم با إلهي وكما موسى دين عنا عباده كتها يو دي إلهي أمر كيسي بالله قادنا يا إلهي أمر كيسي كيد دي دينا إنو قالوا ببا إلهي وتلبع وكان من الكافرين marka ilaahi sujuuda laha ayaa ila aadam kan sujuuda marka nabi aadam lama caabudaye ilaaha amarkiisa la qaatay ayaa la caabudaya idan marka dhinaca ilaahay ka to amarka alle mar hadaad qaadato waa cibaado dhinacna waxay ka tahay sharfido nabi aadam ayaa ilaahay ku sharfaya sujuudaas in loo sujuudo inaga sharciyeenan cidaan ilaahay ahayn sharciyeen ugu diiday سجود النهارده هو ما هو سجود الانحناء سجود فرسيا ما هو وقف فرسانيا لكن هو سجود فضل الله نجيه فقعوا له ساجدين سجود الدعاء أبو لهي سبحانه وتعالى سجود الدعاء ما هو أبي سجود أبا مركز إن عيد كلا له سجود أو خلق كم ذا والدين سنة بلا ما سجود أيه بني آدم لا ما سجود أيه ما رحنا لا ما سجود أيه أصحاب رضوان الله عليه مركي سو أركان لما كي قال هذا بقرة ضعها بقرة ذي غير يروبي غير إيران يدو له سجود أيه ده النبي قال حكول هذا نظام كفر لبنان ما نكون سجود ما أنا وادون كي لهاي بان ترى كذا إلا يدافي أنا ما تعلي سجود هالك هسيك واقت مركا عيد ملا حلو فورني يعيد فوت دولار دقيو أبدا وهالك هسيك واقت لكن إلهي سجود له هذا النبي آدم يده له سجود سبحانه وتعالى إبليس بيسجود سوت هاجي إبليس waxa uu ka yimid meeshu joogaa oo isaga laftiisana de khalqiga ilaahay wax ku tusayaado malaa'ikta ayuu goobtan la joogaa ilaahay ba xikmad kale waxa uu halkan u keenay oo waa ka daayno casharada iyo durusii cibrooyinka ka qaadanayo
isagu meeshuun buu ka soo booday, amarkuna wuu ku jahaysnaa. Markii la yidhi sujuud, isagu wuu diiday. Istithna mutasilna wuu noqon karaa, munqadicna wuu noqon karaa. Waa laba macno kala gaar ah. Mustathna iyo mustathna, labada shay la soo kala reebay markay isku qolay yihiin. Waa mutasil baa lahayd, haddii kala qolay yihiinna waa munqadic baa lahayd. Waxa isweydiinaysa talow, muxuu sujuudi waayay? مركا إلهي ذاك الجواب أبا واستكبر وكان من الكافرين سؤال شادي صدح رسالة ذاك الجواب عذر دار مولهين مما قنين مو حنوسنين مو هوليسنين لكن ودي لي وانو كبري قال هذا نقول كملها كايت وحيابه نوع عطيني سو حكملها عذر هذا إبليس ككل عو حكملها إلهي ولا دينه سبحانه وتعالى عذر هذا إبليس ولاي ابن آدم كان سو قاري كراك وبعكره ديد ماذا إلهي ولا دينه waa shaqo ibliis kibirkuna waa shaqo ibliis waxna labadaba ku kalifay xasad ayaa ku kalifay oo quraanka ilaahay muxuu ku yiri markuu hadlayo wuxuu yiri ana khayru minhu khalaqtani min naarin wa khalaqtahu min tiin yaana baa ka khayr badan ka khayrka badan miduu ka khayr badan yahay siduu ugu sujuudi karaa marka wuxuu keenay qiyaas iyo daliil aqliya oo daliilki ilaahay ka horjeeda oo faasida wa kaana min alkaafiriina waxa cadeynaysa قالوا كم ذا كان من الجن نويجرت ففسق عن أمر ربي ملائكة كمو مذاهين أيهال كان كم وقنا إن أن ملائكة إلهي كم مذاهين إبليس اللعين وحمرك آيات دعاء نوت الماميس القرآن كنا ما يلب بدن حصي عدو كوبا ذا إنسان كلين ويهاي محي كأبه وركوس قادة إبليس لا يلعبه إن الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا شيطانك عدو بيديها عدو كاريكتا يا إلهي نبي آدم عليه السلام يحاس كيسي حاوة إلهي دقنين بوسيي إبليس بان لو قد ديقيا إنك نوال إنو قد ديقي دقنين تاسينا ويسعونا إيسا قفكي قاتانا وقولي سنيا كي كلنا وقول دراي سنيا إلهي وحو نبي آدم يحاوة جنة دي ديقا بالي وسكن أنت وزوجك الجنة هذه يحاس كاك جنة ديقا جنة ذا سواتي بچنكو ميل غاربه يسا وحا هي جنة الخلد تي لغو واري قول كعلماء دو بدا يهين راجح هي وحا وي وا جنة دي لغو واري اشا سا شيغيس عهد وا عهديه وا جنة لا اسلوغيا وا قران كو كورن وا تقيمها بدو الهي معامي سبحانه وتعالى ادومه ميلو كو سو ريبه او كو عامينيه ما هي وا ميل اي كو برواقيسنا وا جنة دي اصل كاهيدني جنداسا لا يدق اديق اي حاسكا حاسكي سودا وحوا قرانكو مغعيدا ما عينين لكن وحوا ويه ان حاويه كو ابترسته حقي كاتين تينا بي ادم وخلق منها زوجها يدا امبو اسقوم بو كا ابورا يدا مرانيه جافا جرق ما كيني كرنو ما اورن كرنا تي لغا ابوري دي سيدو غورسري ده إلهي وحنا حلالين وحنا حرام تنمين أيوم باين تك أبوري إسلام وقرنك يا أوري آدم أبد كيس بعيد كلام هينين تنتي هراء كم يركار به هذا ولا سكور سنة وعروتهم بحلال سواء ملكي الدم بيضت كبتال لك على تركي أيوم با لا سوت الثلاوة نسخ لا لنا وح نسخ ديمه هراء السماء وجه نسخ بيلهاي مركا كل كيدت كبتال باو حلال نسخي كوركي ولا له التحليل والتحريم حق له تعالى حلال انت يا حرام تنميت حق له هي اسك ليه نو امركي سو بين قادنينا مر ولبا وخي وينو شيغون با صح وحالكا كموقنيا نينينا انو حاس كمارمين اورينا اري نين كمارمين ادي اي مركا كلا مارن كاس جيرو الكي سو اسك وردي لا نبي ادم ودايغاس اسلام تا وما باهدين ابهن يي هويدين مركا وا ظروف حاصلات وا ظروف دليرى الله يدين سخره وا ظروف دين هيسون حاصلات وحي لادان علماء احكامته فقير يا لاينا بين فقير الفقير من لا زوج له بيه فقير واحد لا قف كان حاصل هاي باركن بمال شنطت بمال يلو وخ كريتا بمال هتو عاو اور قشو وصلدون بو كعنيا و دقاجين لكن ده هتو حاصل يا ام سوال با لو بوخنيا marka ku dadaala guurka inaynu fudaydino oo caqabadaha hor yaala ee hablo hor dhigaya ama wiilasho hor dhigaya ama waalidku hor dhigaya laga qaado
قال خير لنا الله يدين سخره أما الله ينوض السخره واي تاسنوا تاوي وملاحظة كلو ترى واي إنسان كأسل كيس ونبي آدم أريد أصوبها ما الكلام اللي جمك يعني السجيب على قتيح ساسا مركان نلاش أي كوب لعبنت جور كنا وصلنا ذا نلاش صلنا ذا يهاب كنا نلاش أص عنيس أي كص عنيس هو ترنكا خليف ده ترنك هو قايلها مركان مقاصد أيه وشدوين كجور ككمتهاي إن يتدك ترمان سيدو النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام ترنك بضيع والله سفانا يا أنبياء إلهي بعد سفانا يا ما أنت قيامة شن هذا دقرة تالا وامد بلارن لا مقطوعة ولا ممنوعة وكل منها رغدا حيث شئتما حيث شئتما ما يشدون إساء وعنثان كوا واسع بسارد ملها حد ملها ديقد ملها ويواسع به لكن وحال إيجاد كان هؤلاء وانينا هؤلاء وحي الشيء إساء هفلن بيكه الرئيساء وهي حارانت هدادو دواتو waxa sahlan inay nafti iyo sheeydaanka kugu riixaan wakiin nabigu tusaalaha bixinayo seeraha xiran xoolaha lama aqdaajiyo way u dhacayaan marka waxyaabaha nafta aad ku kalifaysaa waxa kamida inaad xumaanta iyo xaraanta ku yara ag warwareegtaa tiraahda ma anagu waan iska adaga waxba iska ma adkida iblis ba ka adkaan doone ha u dhawaani meelaha dabku ka baxay dabka xaraantu meesha ka baxayo waa qawanaanta iyo meesha wax lagu cunay xaraanta lagu cuno iyo dalkeeda يدد كذا كدر سيادو نبضكش واقع ولا تقرب الزنا سو ما ذا زنا هذا هؤلاء وانينا هل كان نجيت كان هؤلاء وانينا صببتي وضدي ما هي سكول هذا الحاران تكله وتقومي جاي ذبح كوب حية ذبح تنا نفتي وضعيف ويسكحتين ويسكحتين مركضن به وي كل سوق عيس ولا تقرب هذه الشجرة جيتكم محوها القرآنكم معين جيت كاسي ما قاعيا رجع قاركود الشجرة ما قاع مرها تام القرآنكم بحنين inagu ma magac bixinayna waa geed la calaamadeeyo fa takuna min adh-dhalimin shaytaanki wuu ka guuleystayo wuu simbirrixii quraada qaar kood baa qira sugan akhriye fa azalahuma izaladu waxa weeyaan uu durkiyo waa ka saaray meesha oo isku macnuun bay noqonayaan iyo wuu simbirrixii simbirrixay noqonaysa qofku markuu macsiyada ku dhaco wuu simbirrixday waxa taqaana qof soconaya simbirrixdayna inuu araxda ka jabo u dhawyo waa halaag waxyaabaha lagu halaagsamayo فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه مما كانا فيه موصول كاسوح التلمام يلا إفهامي لو وأسماء ذي بفهم كهيدة وحي وين براره هي برواقدي أي هيسته أي كسر الحصار يسدو قصو صارين آيات دي هرين سورة الأعراف أي آخرين وحول هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ما كنت سيا سورة الظهر ما كنت سيا كيد مركا لعنو والله واريا ولقانا أذيك أي أسكي على مي على شجرة الخلد وملك لا يبلى واد واريسا إنسان كنا أدبوك عليه لبضا إنه وحب بضان هلا كنا وارو وإما كانوا بقرطوية هلا حول هلا نكرم أدبوك عليه وفتادو تمادين مكما القبين أما ملاحة دعاء وغوك عليه هاي وحوي محي أطال الله عمرك عمرك الله أقول لي واري ميسي ورا waari ma isda saanu jacleyn allah noo ka daayo u jecelin allah ku daayo ay u jecelin inkaasi si gaar uga warhaynaya hadaba la deynba maayo u dhimanaya marka siyaabaha bani aadamka dabeecadiis waxa ku jira ku abuura inuu waxna yeesho kula waaro laakiin taa jannada lagu helayo inaga hor soo aragnay waxa halkan ka muuqanayay inuu arkayna wa qulnaha bi tu ba'dukum li ba'din aadaw jannadu way saraysaa wa caalamka kore wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adu samada waxa saaran buulahay ila arsaaqadiino ka imanaysa iyo jannadii la idin yaboahay naaruhuna deeway hooseeyaan iyaguna asfala saafiriin damirka yaa lagu la hadlaya jamaca ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa iblis wa aadam wa hawa weerarka u horeeyay iblis baaya oo wuxuu ku haya aadam hawa iyo caruurtooda iyaguna cadowbay suuyi oo adiga arko ilmo bani aadam deeway isku taagan yiin oo way isku foogan yiin mal hadii jannada la soo dhaafay xarbigaas iyo dagaalkaas inta adduunyada la rogayo uu soconayo cadaawadaas aan soconayo walakum fil ardi mustaqarru wa mataa'un ila hin dhulka nolosha lagu nool yahay waa istiqraar bay leedahay
dadku inta ay ku nool yihiin dhulka istiqraar bay leeyihiin deganaasho mustaqar soo maaha laakiin haddaynu meelaha kale kawaakibta ka baarbaarano sidana gaaladu yidhaahdaan meel kale lagu noolaan karaa jira laguma noolaan karo istiqraar ma laha meelaha kale hawadana kuma noolaanaysid dad baa badaha dega sida jayna iyo marka dhulkii buuxsamay xaafadaha badda laga jeexay nagu dhul weyn baynu iska xidhanaa soo maaha dad baa dhulkiiba ka dhammaado markaasay badaha degaan istiqraar ma leh inkastoo baddu badda ay ka mid tahay dhulkii laakiin haddana way sii kala fiican yihiin wamataacun ilaa xiinina waxay tilmaamaysaa noloshan adduunyadu waa raac waa raaxo mataaca alxayaati dunyaa waa raaxo kooban oo ayaama leh ilaa xiinin laguma waarayo haysilaawi meeshumaha jannadii ha nacasoobi waa raaxo yar oo wakhti xadidan leh ilaa xiinin ilaa inta aad dhimanayso wey marka halkaa waxay noogu aynu ka arkaynaa qisadan iyo faa'iidooyinkay leedahay oo aada u badan halkaasay noogu joogi wahaada maaquulhu astakfiru llah والله سبحانه وتعالى أعلم.